بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة إن شاء الله موضوع بسيط وموضوع جميل عن إزاي نغير خلفية سطح المكتب اللي هو الديسكتوب، أو بحيث تبقى الخلفية ثابتة، أو ممكن نخلي الخلفية تتغير كل فترة معينة، وين اللي نحدد الزمن، وإزاي لو عنده صورة معينة نخليها خلفية لسطح المكتب إزاي. نبدأ بالسهل الأول، لو عندك صورة إزاي تخليها خلفية لسطح المكتب؟ أنا عندي مثلا صورة أهي، الصورة كل اللي هنعمله إن أنا هنضغط على الصورة كليك يمين، ونختار إيه؟ سيت أز ديسك توب باك جراوند، كده بالمنظر ده كده، أهي اتغيرت خلفية سطح المكتب بالمنظر ده. يبقى ده أول شيء. طب أنا لو عاوز نغير خلفية سطح المكتب اللي هي الخلفيات اللي موجودة في الويندوز أصلا، نغيرها منين؟ هنضغط كليك يمين على سطح المكتب بالمنظر ده كده، ونختار من الخيارات إيه؟ بيرسونالايز تخصيص. هيبدأ يظهر لي هنا مجموعات كده. نركز بقى هنا ازاي نخلي خلفية سطح المكتب ثابتة ما تتغيرش، وازاي ممكن نخليها تتغير كل فترة معينة. اي مجموعة من دول هنضغط عليها نختار، يعني مثلا انا عاجبني المجموعة ده اهي، نضغط عليها كده. بعد ما نضغط عليها مرة هنا هنبدأ نضغط عليها من تحت تاني كده، ظهرت كل اللي موجود في هذه المجموعة. شوف هما كم صورة، 1 2 3 4 5 6 في 4، يعني 24 صورة. لو أنا سبتها بالمنظر ده وعملت سيف شينج، يعني حفظ التغييرات، يبقى هي هتتغير. طب هتتغير كل قد إيه؟ أنا عندي الوقت هنا أهو 30 مينيتس، 30 دقيقة. أنا ممكن نفتح منها أهو ونغيرها، نخليها مثلا 1 داي، 12 ساعة، 6 ساعات، على حسب المدة اللي أنا عايز. أنا عايزها مثلا كل 10 ثواني تتغير. معناها ايه؟ يبقى الصور اللي موجودة ده ايه؟ ال 24 صورة ده كل 10 ثواني هتغير وانا ماشي على طول، وهنوري حضراتكم برضو ازاي الكلام ده حصل. طيب وبعدين نعمل سيف. طبعا لو عاوز صورة ثابتة يبقى انا هنرجع نختار تاني من دهم وحدي، وبعد ما نختارها هتظهر تحت اهو، وبعدين نضغط سيف، يبقى هي هتبقى الصورة ثابتة. لكن انا هنسيبها على الخيار اللي عملته ليها 10 ثواني، وهنوري حضراتكم دلوقتي. ادي سيف شينج اهو، هنخرج انا كده اهي، هنبدا اهي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني 10 ثواني تقريبا بالظبط تبدا تتغير. الموضوع كان موضوع جميل وموضوع بسيط عن ازاي نغير خلفية سطحية المكتب أو لو الديسك توب، سواء نخليها ثابتة أو تتغير كل فترة معينة، واني اللي نحددها واني اللي نتحكم فيه. أو عنده صورة على الكمبيوتر عاوز نجعلها خلفية لسطح المكتب. أتمنى الموضوع يكون أفاد حضراتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ونعلم نهو ونعمل حفظ عشان يصلك جديد القناة، ثم الضغط على اعجاب او لايك، ثم مشاركة الموضوع او شير، وجزاكم الله خيرا.